يا بار. حبايب قلبي، ده الشكل النهائي بقى بتاع فطارنا النهارده. اتفضلوا معانا بقى، عليكم وعنب بقى الفراخ المشويه. ده شكل الفراخ بعد ما تشوط في الفرن، الفراخ المشويه، وده الرز البسمتي ما شاء الله تبارك الله. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. ده احلى خشاف، ده طبق الخشاف بقى احلى خشاف. ده المخلل بتاع الحاجه ما شاء الله تبارك الله، تحفه، شكل يفتح النفس. الرده بتاعتنا، اتفضلوا معانا بقى، عليكم وعنب الف هنا وشفا. ومدخول السلطه الخضراء معلش غنى عنها طبعا. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، عدت عليكم وعلينا بخير وعلى كل مسلم يا حي يا قيوم. ربنا يتقبل منا الصيام والقيام يا رب، صالح الاعمال يا رب. ربنا يزكوا ويزيدنا من واسع فضله ورحمته، فانه لا يملكها الا الله. والى اللقاء، فاضل فيديو اخر، ودمتم في امان الله.